ارتفاع انتاج منتجي النفط الصخريه الامريكيين الرئيسيين بمقدار 58 الف برميل يوميا الى 8,970,000 برميل في نوفمبر المقبل. اذا انتهينا من الجوله في الاسواق العالميه، الان المزيد من التفاصيل مع ضيفنا محمد زيدان كبير استراتيجي الاسواق في ثينك ماركتس. اهلا وسهلا بك محمد. اهلا وسهلا بك. دعنا نبدأ من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. عم نشوف تصريحات سواء من الكونغرس، يقابلها أيضا تصريحات من وزارة الخارجية الصينية، ما يؤدي لاحتدام ربما المسألة. هل ما زال هناك بصيص أمل لو بسيط بأنه سيكون هناك حل؟ على المدى القصير في تفاؤل في الأسواق وفي تفاؤل من ناحيتنا، على أن نشوف اتفاق مبدئي أو جزئي. كنا المفروض متوقعين قبل يعني نهايه الاسبوع السابق ان نشوف مسوده، ولكن لقينا ان الموضوع هياخد 8 اسابيع في 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 يعني رسم الاتفاق الاولي، والصين كمان ذكرت انها عاوزه تناقش بعض النقاط المهمه، وده الى حد ما هو يعني ممكن نقول استقرار مش تصعيد، وده كان يطمن الاسواق وتخلي الاسواق الاسبوع دوت تركز على نتائج اعمال الشركات اللي كانت بدايتها ايجابيه امبارح بالقطاع البنكي، وشفنا ارتفاعات في اسواق الاسهم. ولكن دلوقتي برضو الصين مخاطر جيوسياسيه بخصوص ان ممكن الكونجرس يؤيد المتظاهرين في هونج كونج، ده لحد ما ضغط على الاسواق وخلانا نشوف جني ارباح، ولكن على الاجل القصير نتوقع ممكن نشوف اتفاق جزئي او مبدئي او تهدئه، وعلى المدى الطويل اتوقع ضروريه. يعني محمد تصريحات الكونجرس لن تؤثر على اتفاق الحرب التجاريه بين البلدين؟ لحد ما هيكون موضوع مش تأثير مباشر، ولكن أساليب ضغط. هو موضوع كله يعني شد وجذب من طرفين، كل واحد بيحاول يكون الطرف الأقوى في المفاوضات، فده يعني ممكن يكون له تأثير ولكن غير مباشر. ولكن الاتفاق التجاري يرغب به الطرفين، لأن الأرقام الاقتصادية سواء في أمريكا أو الصين بتتباطأ بشكل واضح، وأتوقع أن السيناريو اللي هيكون فيه كله كسبان أن احنا نشوف اتفاق جزئي. نعم محمد، كيف تقرأ التطورات الأخيرة على مسألة البريكزيت؟ على ما يبدو يعني نحن أمام بضعة ساعات. أيام أمام الخروج أو فترة قصيرة أمام الخروج الفعلي. ده حقيقي، هو دلوقتي احنا نهايه اكتوبر كنا مستنيين الاسواق لحد ما الفتره السابقه كانت متفائله، شفنا ارتفاعات على الجنيه الاسترليني 5%، ولكن النهارده شفنا لحد ما تباطؤ في او خبصه في توقعات الاسواق، لان بدا دلوقتي اللحظه الحاسمه. المشكله كلها ما زالت معقده لحد ما. احنا نؤيد ان هيكون ما فيش خروج فوضوي، ده السيناريو الاقل احتمال نراه. احنا نتوقع اما تمديد يا اما خروج اتفاق. ممكن النهارده وبكره نشوف بعض التصريحات الايجابيه، نرجع المشكله كلها ترجع في البرلمان البريطاني مرة تانية، وده ممكن يسبب عائق على الجنيه الاسترليني. فيما لو شفنا ان في استمرار موجة تفاؤل وتصريحات ايجابية من الجانب الاوروبي والبريطاني وتأييد من الاحزاب البريطانية، قد نرى الجنيه الاسترليني يتخطى 1.30 ويستهدف 1.40. غير ذلك ممكن نشوف بعض الاستقرار وعمليات جني الارباح. تاني مرة احنا نؤيد ان احنا نشوف خروج منظم، مش خروج فوضوي، ممكن يكون نهاية اكتوبر، ممكن يكون في تمديد وده السيناريو الارجح، وبعدها انتخابات مبكرة. طب لو تم الخروج بالفعل، يعني صرنا عم نتعامل معه على انه واقع، كيف بتشوف انه حيكون انعكاس ذلك على اقتصاد البلاد؟ للاسف هيكون أسوأ ما يمكن. اساسا الفتره الضبابيه اللي شفناها الفتره اللي فاتت اثرت على ثقه المستهلكين وثقه المستثمرين، وشفنا الارقام الاقتصاديه، شفنا ارتفاع معدلات البطاله. اتوقع كمان الجنيه الاسترليني هينزل دون 1.15 لاذا ما لو شفنا خروج فوضوي. هو سيناريو قليل الاحتمال بس برضه موجود على الطاوله. في ظل الظروف المحيطه اللي عم نشوفها بالاسواق العالميه محمد، اسعار الذهب رجعنا عم نشوف عليها بعض الارتفاع، هل تتوقع المزيد من الارتفاع؟ لا انا حد ما سلبي، شايف الاسعار دلوقتي مش مغريه، نحن ممكن نبني صفقات شرائيه، شايف ان ممكن يكون بعض ضغوطات او جني ارباح على الذهب قد يضغط عليه، رجعنا مستويات 1470 1460 من هناك هنركز على السلوك الساري ونبدا ممكن نبني مراكز شرائيه. اذا لو موضوع الحرب التجاريه رجع على الطاوله وفي تصعيد من جانب الطرفين، اي كسر 1500 حيكون في ارتفاع، هنشوف قمه جديده. ايوه نعم. اذا محمد زيدان كبير استراتيجي الاسواق في ثينك ماركتس، يعطيك العافيه محمد. شكرا لك. هذا كل شيء حول الاسواق العالميه، نعود اليك هند الان واستكمال ما تبقى من تداول. شكرا لك دينا. خسرت شركة جنرال موتورز ما يقرب من 2 مليار دولار من أرباحها نتيجة استمرار إضراب العمال في مصانعها بالو...